بتتغلب من حد غير مصري. عارفين بقى الحديث في الكوره بيبتدي قبل ما نبتدي الفقره بتاعتنا، وخصوصا لما يكونوا ستات. انتوا عارفين طبعا الستات المتهمات. انا بكلمك من وجهه نظر ستات، بكلمك من وجهه نظر حاجه موضوعيه. انا معاكي جدا، بس انا هكلمك على الكوره فيها كمان ثقافه، فيها هويه. ازاي استاذه فاطمه الاسم الكبير مش هقدر طبعا، انتوا عارفين اكتر مني. بس انا ليه قلت وخصوصا اذا كان ستات؟ لان غالبا الستات متهمات. هو انتوا بتعرفوا حاجه في الكوره؟ انتوا بتعرفوا حاجه في الوادي؟ انا هقول لك، انا عرفت ليه. هنرد على طول. طب خلينا نرحب بيه على طول، الكاتبه الكبيره الاستاذه فاطمه المعدول موجوده معانا النهارده، يعني وبمنتهى الصرامه والحزم هنتكلم في الكوره، فن ولعب وهندسه. مساء الفل. مساء الخير. وهويه. ايوه. وثقافه وتحفيز ومشاركه. كل ده ووطنيه. هويه، هويتك الوطنيه بالظبط. يعني طيب. لما الناس يعني شوفي علم مصر لما بيترفع بيجرالنا احنا ايه؟ وبنغني المصريين بيجرالنا ايه؟ بنعيط من صحيح. كتر اي بقى علم مصر عند اي نادي. انت قلتي الستات متهمين بيعرفوا يشوفوا. متهمين جدا. انا ابويا الله يرحمه كنا بنات. طب خليني ارحب بالاثنين وتحكي لي الحدوته. ما انت اللي قلتي. معلش اصل انا هعمل ايه؟ اصلها بدات من على الفيسبوك، تصوروا كتبت ايه؟ هرجع اقول لكم. بس ارحب بالضيفتين العزيزتين اللي موجودين معايا النهارده. معانا طبعا الدكتوره حمده حسين، السيد استاذ معهد تيودور بيلهارس. هو ده للابحاث التحاليل الطبيه بمعهد تيودور بيلهارس. كده نقول الاسم صحيح. وطبعا هي بنت عظيم الاستاذ طبعا. حسين السيد منورانا جدا. ربنا يخليكي. شكرا. ومعانا الناقده الرياضيه الكبيره اللي بتسافر ورا كل ماتشات الكوره عشان تحضر وتشوف وتحلل برغم دراستها للغات، نجوى مصطفى. اهلا. مبسوطه ان انا معاكي جدا النهارده يا كريمه، حقيقي مشرفانا بجد. انا حقيقي. وفخوره بيكي جدا على فكره. انا مبسوطه ان انا مع حضرتك النهارده ومع القامات العظيمات النهارده، وليله في حب الاهلي وليله في حب الكوره المصريه. ما انا بكمل لك اهو في حب الكوره المصريه والستات. لا الستات ليهم في الكوره طبعا. طيب انا هروح للحكايه هنا بقى. ليله في حب مصر بالظبط. الاهلي حته من مصر، والزمالك حته من مصر، والاسماعيلي حته من مصر، احنا حتت. وفي الاخر هي مصر اللي بتجمع كل ده. يعني انت ما بتشجعي كوره بتشجعي كوره. النادي الاهلي لما ما بيقولوش النادي الاهلي الموزمبيقي، بيقولوا النادي الاهلي المصري. صحيح. النادي الزمالك المصري. فلازم احنا يبقى عندنا الاحساس ده. التفرقه دي غلط. انا بقى قلت لك بقى انا جيت بفهم في الكوره منين. منين؟ ابويا الله يرحمه كان يوقف شغله ايام مباراه الاهلي، ويقعدنا احنا البنات الكبار يقعدنا ونتفرج، وجاب التلفزيون بدري قوي قوي عشان مباريات الكوره، وجاب الالوان بدري قوي عشان الكوره، يعني تلفزيون الالوان، وكان راجل كبير. فهو يقعدنا جنبه ويقعد وهو ما كانش بينفعل في الكوره بس هو كان اهلاوي. لكن احب اقول لك انه كان يقعد يكلمنا على حنفي بسطان، كان بيحبه جدا. يا سلام. حنفي بسطان الزمالكاوي. اهلاوي يعشق الجميع طبعا. بالظبط. اتجوزت واحد مش زي ابويا، مجنون اهلي اكتر. يعني الاهلي في كل مكان. ها؟ الاهلي في كل مكان، جايه من بيت اهلاوي. لا دخلت من الاهلي أهلاوي. يوم الاهلي من اول النهار بنطبخ بدري، بنحضر بدري. لو حد طرب تليفون مثلا، مين المجنون ده اللي بيطلبنا والاهلي بيلعب؟ بتردوا؟ اكيد ما بتردوش. لا ما نقدرش. ما نقدرش. فبالتالي انا بقالي من يوم ما اتولدت على وش الدنيا بتفرج على الاهلي، من يوم من اول التلفزيون ما طلع في بيتنا. وبعدين بقينا اعضاء في الاهلي، بابا عمل اشتراك لاخواتي الصبيان لما كبروا شويه، وعمل دخلنا كنت انا اتجوزت يعني. فاحنا يعني اهلاويه لكن مصريين الاول. طبعا دي في المباريات الدوليه، بس انا المباريات المحليه انا اهلاويه جدا طبعا. ايه بقى التفاصيل اللي تخلي برضو بنت كاتب كبير واستاذ في مجاله تقول ودرستي يعني دراسه علميه بحته تقولي ان انا احب الكوره واتفرج على الكوره، وليه علاقه بيها؟ هو نفس الشيء برضو في البيت، بس الغريبه بقى انه كانت والدتي يعني. ماما هي اللي كانت بتعشق الكوره. احنا كنا اعضاء في النادي الاهلي في الجزيره، كنا بنحضر الماتشات في التتش. ومره بابا قال لنا فتحتوني طالعين كلكم في المدرجات، كان الاخبار تطلع، وانا وماما واخواتي ودادعيشه بالساندوتشات ونروح نحضر الماتشات كلها يعني. الغريبه بقى ان بابا ما كانش له في الكوره، وهو اللي يكتب بين الاهلي والزمالك، وهو اللي يكتب السكتش المعروف بتاع احمد يا صالح حسن الزمالك صباح طبعا. قال لنا اقعدوا كده وقولوا لي بقى جدول وحطوا اسامي اللعيبه،
صوري الحرفيه يعني اللي هو فيها شالوا الدو جابوا شاهين الدو قال ما انتوش لاعبين. فانا اتربيت على كده. اتربيت بقى على ايه؟ ان الاهلي نوع من الانتماء الجميل جدا ونوع من البهجه. اللمه بتاعتنا كعيله في مشاهده المباريات كانت حاجه يعني تشربتها كده وكبرت بيها. وبعدين اتجوزت جوزي دكتور يسري الهواري، هو كمان مجنون كره اهلي، فمش قادره اقول لك بقى يعني هو ده اللي جمعكم كمان، عشان هي واضح ان بيجمع بيجمع الرياضه. فهي بهجه ولمه وانتماء جميل. عشان كده بس نفسي اقول بالظبط لفظ التحفيل ده للناس بتعمله مش بحبه ابدا. هو عمر حد زملكاوي هيغير لو فرض ان في لو حد حفل عليه، ولا لو في فتره مش جيده، ولا عمر واحد اهلاوي هيغير عمره. واحنا شفنا ده الفتره اللي فاتت، يتكلم عن نفسه بقى. صحيح، واحنا يعني شفنا ده الفتره اللي فاتت مع ازمات الزمالك، كان يطلع المشجعين ويقول له احنا وراك، بيتوجعوا بيتقهروا. لا يمكن حد بيغير، ما هو ده بقول لحضرتك ده انتماء لا يتغير. طيب انا عندي سؤال بقى بصراحه قبل ما اروح للجميله الاستاذه نجوى. اتقال ان المدرجات كانت مليانه ستات، لانك بتقولي كنت انا وماما والدادة واخواتي المدرجات كانت مليانه ستات في فترات طويله جدا جدا، ما توقفتش بس غير في التسعينات، وبعدين رجعت تاني مع 2006 ستات ملت المدرجات تاني. ايه يعني معنى كده الناس ما كانتش بتستغرب زمان ان الستات بتحب الكوره وبتشجعها؟ لا 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 خالص. امال دلوقتي ليه بيتهمونا ان احنا ما بنفهمش في الكوره؟ لا لا خالص، مش علاقه بيا، مش صح. انا رحت روسيا مش بس للاهلي اهو، انا رحت حضرت كاس العالم ماتش مصر وروسيا في سان بيترسبورغ في 2018. سافرنا انا وجوزي واولادي. يا سلام، والله احنا ورا الكره المصريه وراها. طيب طبعا استاذه نجوى، انت اخترتي مهنه اول ما يتقال الناقده الرياضيه، اول حاجه ناقده رياضيه، ها جت منين دي؟ يعني مجال ووسط صعب جدا تفكر ستات كتير انها تدخله، ودايما بتبقى متهمه انها مش عارفه حاجه قوي، لكن انت بتعمليه بعشق واصرار رهيب رغم كل الحاجات اللي موجوده في حياتك، متجوزه ومخلفه وبتدرسي ماجستير، ايه؟ طيب الكوره شغف. لو انت اصلا، احنا خلينا نتكلم على الصحافه، مجال الصحافه او الاعلام، دايما في مذيعات بيقولوا ان احنا هنقدم برامج رياضيه وهم مش ما عندهمش الشغف، فللاسف بيفشلوا. دايما بيكون ردي الكوره اصلا عشق، لو انت مش بتاعه كوره مش هينفع تتعلمي الكوره. من صغري طلعت في بيت كروي جدا، والمفاجاه ان هو منقسم، يعني انا عندي زملكاويه فاناتك جدا وكانوا اهلاويه فاناتك جدا برضو. فطلعت انا في النص كده، كنت صغيره اخترت ان انا اكون بشجع الاهلي وحبيت الاهلي من وانا تقريبا من عندي 6 سنين. لما كان حد بيسالني نفسك تطلعي ايه وانت صغيره، انا نفسي اطلع صحفيه رياضه، لاني بحب الكوره ونفسي اشتغل فيها، بحب الاهلي ونفسي اشتغل فيه او في النادي الاهلي او في مؤسسات النادي الاهلي. الحمد لله ربنا وفقني في كل كاريري. اي نعم، بدات الاول رياضه في سنه 2010 اول ما اشتغلت، قامت الاحداث يناير وقفت الرياضه. اشتغلت سياسه كام سنه وبعد كده رجعت تاني للرياضه، العشق الاول والاخير. بالنسبه ان احنا بنلف ورا الاهلي بره وجوه وفي الدنيا وفي هكمل على كلام الدكتور. انا جوزي مش بس فاناتك بالاهلي، انا جوزي بيمرض بسبب الاهلي من كتر ما هو مهووس. لما الاهلي يتغلب يزعل قوي. وخيري يعني انا عارفه خيري، ما ممكن يقطع الاهلي. وكمان حضرتك يا استاذه فاطمه يعني ممنوع جدا ساعه ماتشات الاهلي ان تليفون يرن، ان انا اتكلم في التليفون او لانه بيكون يعني مركز جدا ومتعصب جدا. ومش بس الكوره، ده الكوره والعاب الصالات كل ما هو اهلي. تعرفين على جوزك اكتر؟ جوزي المهندس محمد مغربي. ايوه، هو مهندس وبزنس مان وفاناتك ابا عن جدا. والده الله يرحمه كان من اوائل الناس اللي عمل عضويات في النادي الاهلي من كتر الشغف برضو وحب الاهلي. كان هقول لك موقف، محمد كان وهو في كليه هندسه والده لا محمد ساب الامتحان، حل امتحان بسرعه جدا علشان يحضر الماتش في الاستاد. وحماية الله يرحمه كان دايما عنده خناقات ان هو كان بيخرجهم من المدرسه علشان يتفرجوا على الماتش محمد وعمر اخوه. ما هو علشان كده لما بيحصل حاجه مع النادي الاهلي بيعيا، لكن لما بيكسب النادي الاهلي بقى في اخر ماتش هو حضره هقول لك يا باشمهندس مساء الفل.
يعني شايف فقرات الغزل الرياضيه اللي من الحين معانا هنا في حديث القاهره، يعني الحمد لله ان الاهلي كسب ومبروك. لا انا الله يبارك فيك، انا شايف كلام جميل يعني. اي انت ما استغربتش؟ انت وكان سر من اسرار علاقتكم هي انها بتحب الرياضه وبتحب النادي الاهلي؟ هي دي بدايه التعارف اصلا، بدايه التعارف الكوره والاهلي، وان احنا احنا شايفينك قدامنا الهواية. من يومين كنت عامل ايه في الـ بعد ما كسبنا في الطياره؟ ده المنظر اللي قدامنا. لا يعني كان بصي، هما يوم الاحد ده كان يوم عظيم بحقيقي. ده يوم الاحد ده كان يوم عظيم فعلا، يعني ربنا عالم الواحد كان عامل ازاي. انا حظي سيء ان انا كنت قاعد في المقصوره الرئيسيه ورا او في وسط جمهور الوداد وفي وسط مسؤولين الوداد بحكم البروتوكول يعني. اما هما جابوا الجول الاولاني طبعا مش عاوز اقول لك المنظر عامل ازاي، احنا تقريبا كنا قاعدين 15 واحد وسط حوالي 10,000 واحد، فانت متخيله القهره. مش عارف تحزن على فرحتهم. طب لما يعني جبنا الجون عرفت تفرح على زعلهم؟ هو لما جبنا الجون انا صوتي لو باين معاكم، انا لغايه دلوقتي صوتي مش طالع من ساعه الجون لغايه دلوقتي صوتي مش طالع، فالحمد لله يعني. كويس انك طلعت سليم يعني، الحمد لله يعني. الحمد لله. لا بص، هو موضوع التامين بصراحه يعني الشرطه المغربيه والامن المغربي عملوا جهد مشكور يعني، انها في الاخر كوره يعني، الموضوع مناوشات جوه الملعب او حتى بره الملعب، بس في الاطار يعني الملموم يعني، ما فيش فيه مشكله كبيره. يعني من تشجيع النادي الاهلي بكل الحماس ده للستات اللي معانا، وبنحكي النهارده في الكوره وبننفي تماما الاسطوره اللي الناس بتتكلم فيها الستات ما لهاش في الكوره. انا بشكرك جدا طبعا باشمهندس محمد، سمعنا صوتك وشفنا صورتك وفرحتك والموقف الغريب انه كان في وسط المشجع الوداد. محمد قبل الماتش هو سافر يوم الخميس المغرب. محمد متوتر وتعب تعب رهيب. اقول له مصر كلها كانت متوتره. لا 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 ده تعب تعب فعلا. اقول له يا محمد معلش حاول تهدى. لا هو واخد الموضوع على اعصابه تماما. حتى كان ليه صوره قبل الماتش في الاول ما وصل الاستاد، الناس بداوا يكتبوا له كومنت مالك، لان هو واضح عليه توتر جدا وقد ايه هو. الفيسبوك كل كاتب كده، اللي ما نامش واللي بقى له 48 ساعه ما نامش. وانت بتقول الواحد بيفكر يا ترى. انا عايز اقول لك حاجه. حاجه مهمه ما قلتهالكيش لاننا دخلنا كده انا وانت. اتفضلي. انا بقى لي مده سبت اللجان وسبت كله وعاوز اقفل ساعات، بقفل كده وما كنتش هرضى اطلع. فلما الشاب اللي كلمني اللطيف قلت له لا انا ما خلاص مش عاوز اطلع في التلفزيون ده، فقال لي ده هتتكلمي في الكوره؟ قلت له ده حلو قوي، ده شغل زي ما قالت. قلت له انا قبل ما اطلع تملى احتاس البس ايه؟ فالنهارده قلت له البس الفستان الاحمر بقى. لا وزي القمر. اديكي معلومه بقى. أيوه. ان انا ما بقتش من يوم موقعة بورسعيد ما بتفرجش على كوره خالص. ما بقدرش اقول لك ما يعني حاجه غريبه كمان، بنام وقت الماتش. وقت الماتش لما كنت في الوانسين كنت بعرف لما الاهلي يجيب جون ليه، عشان كانت بتصوت. لما رحت جيت هنا في الشيخ زايد هس اما اصحى بقى ابني ساكن في البيت اللي جنبي ماما كسبنا ها كده. لكن انا عايزه اقول لك يا لسه لحد دلوقتي ما اتصالحتيش مع الكوره وبتتفرجي على الماتشات؟ بشوفها بعدين لايك. لكن يوم الاهلي الاخراني ده بشوف بقى، اجيب قناه الاهلي اشوف التعليق، ما بيعجبونيش قوي على فكره. لكن بشوفه عشان برضو منين لمنك منك انت عارفه. مين اللي بيعجبك لما بيحكي في الكوره؟ ناس بره مصر، وابراهيم فايق احيانا، والشوبير احيانا. شوبير اكثرهم موضوعي بالرغم ان بيقولوا عليه اهلاوي، بس هو الحقيقه ويعني بيقول معلومات عارفه وبيسمع الضيف. كابتن شوبير مدرسه في الاعلام، هو معلش انا ده وجهه نظري، انا مش اعلاميه، انا ست بتاعه ثقافه. لا وبتحبي الكوره من مشاهد وجهه نظر مشاهد. اصل الكوره ده عرض ده فيها شغف. قلت لك هي الشغف جاي منين؟ ده عرض فيها انترتينمنت صحيح، فيها كفاح. في مره كنا اطفال كنا عملنا مؤتمر للاطفال واخترنا اطفال من الاقاليم، وقلنا لهم عاوزين تقابلوا مين. كنت انا اميه رئيس الاداره المركزيه في الثقافه الجماهيريه، فقالوا عاوزين نقابل كذا وكذا وكذا. المهم الاستاذ مصطفى امين، وقابلوا الاستاذ توفيق الحكيم. فمصطفى امين قال لهم ايه؟ قال لهم تعرفوا يعني ايه الديمقراطيه؟ فما قعدنا ساكتين.
خلاص بقى عجوز كده. وقال دخلت سالني على حمايه وحماتي واتطلقوا ليه، لذيذ جدا يعني راجل كبير خلاص بس فاكرهم من 500 سنه. فقال لهم عارفين الديمقراطيه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لاعب يدي لزميله يفضلوا يدوا لما يوصلوا الجون. الدكتاتوريه بقى يا حبايبي يمسك اللاعب الكوره لوحده ويجري بيها الملعب كله ما تخشش الجون. شفتي التفسير على حجم البساطه والفلسفه هو اللي حصل للاهلي ده. ده دراما انه يبقى هيطلع وهيدخل وواحد يطلع الكره بره واللي يقول لك اللي يسفهه يعني ده لولا فلان طلع الكرة. ما هو ده الكوره لانها شبه الحياه وهي فيها صدف وفيها اخطاء وفيها توفيق وفيها خطر وفيها طبعا وفيها توفيق وفيها ربنا طبعا. ما هو الحظ صحيح. بقى معلش عايزه اقول حاجه لا ما فيش حاجه اسمها الحظ هو ما توفيقي الا بالله انتوا هتعرضوا استغفر الله العظيم يعني لا هو لما بتجيلك الفرصه سوى. المهم بقى انما تجيلك الفرصه تستغليها ما بتسيبيهاش وهو ده الاهلي طيب. ليه الاهلي فارق لانه مجتهد صحيح. على فكره هي فكره الاجتهاد في الماتشات وكمان العزيمه انك يبقى عندك رغبه وعزيمه انك تحقق ده وعارف انك قادر تحققه وعارف انك قادر لما ابقى واثقه ان انا اقدر اجيب بلس 90 او مش بلس 90 هفضل على طول ضغط على الخصم لغايه اخر دقيقه مش هستسهل. يجي لي بقى كورنر اعرف احط منها حاجه كره ثابته بره تيجي بينالتي ممكن لكن اكون انا هناك. لكن في فرق بتبقى مستسلمه بس ده ما بيجيش غير بإدارة. أيوة الإدارة كل حاجة حتى الكورة حتى الفن. يعني ما تقدريش تطلعي الممثل أعظم ممثل في العالم ترميه على المسرح لازم في مخ بيشغل الحكاية صحيح. ففي إدارة. أنا الإدارة لسه النهاردة كاتبة حاجة والله بالمعنى ده قلت إن اللعب مش في الملعب الاداره ليها دخل فيه. الاداره بتدخل 90% والباقي بتتعصبوا بتتعصبوا اكتر بتديهم الهدوء بتديهم الثقه بالنفس. شوفي ردود الكابتن شناوي وكابتن كولر في المؤتمر الصحفي كانوا كويسين جدا حاسوا يزنقوهم بكل لا حضرتك ده بيتعلم الكوره حتى لو انفعلوا معلش انا عاوز اقول في حكايه الانفعال مش لعيبه الكوره والجمهور من حقهم يعملوا بعض التجاوزات. اللي مش من حقه يعمل بعض التجاوزات ابدا ولا الاعلام ولا الاداره. لكن لعيبه الكره طول عمره صالح سليم اللي حط المبادئ في النادي الاهلي كان عصبي في الملعب. ايوه طبعا كان عصبي جدا على فكره. ايوه بس الكره العالميه كان بيطرد زمايله يعني مره طلعت واحد مش هقول اسمه قال اطلع بره انا شفت المباراه دي. فعاوز اقول لك الاداره اللي هي العلميه اللي بتمشي بتشتغل صح وبتعمل صح وحط هدف ده ولذلك انا بحب الاهلي ده سر نجاح النادي طلع ابويا ما انا ابويا طلع في حاجات كتيره ما طلعتش زيه ها مش كلنا هنقول عشان اهلنا لكن احنا لقينا مسيره ناجحه حتى لما بتفشل بتعرف تقوم فبتفضل تغريكي طول الوقت. جميل اروح بقى للاستاذه نجوى. استاذه نجوى رؤيه الشخص والمشاهد العادي واللي بيحب الفن واللي بيحب الكور الفن للفن واللي بيحب الكوره للكوره شيء والشخص اللي بيدرس ده وبيشوفه عشان هينقله للناس شيء تاني لان امانه الكلمه هنا مطلوبه اكيد كناقده رياضيه ايه الشيء اللي ممكن يغري حد كست طول الوقت متهمه؟ انا فعلا الموضوع ده بالنسبه لي مهم لان احنا حتى من ما نقول من خيري خيري لا 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 معلش انا عيلتي كلها الله يخليكي كلنا ستات بنفهم في الكوره ما حدش قال لنا عمرنا ما بنفهمش. هو الموضوع لا الاستاذ خيري لازم تغير موقفه. لا هو يتفرج على الحلقه دي وهيغير رايه. طب استاذ الموضوع اختلف عن زمان. يمكن كان زمان الموضوع مقتصر تقريبا على الرجاله المذيعات او الصحفيات اللي بيشتغلوا في الكوره كانوا يتعدوا على صابع الايد الواحده. مع السنين الاخيره لا في جيل واعد وصاعد ومبهر من البنات الصحفيات المتخصصات في كل واحده في مجالها سواء كره محليه او كره عالميه حقيقي هم اضافه لمجال الاعلام الرياضي. بدليل ان احنا شفنا بيتم فرد مساحات كبيره ليهم الفتره الاخيره في اكبر القنوات في اكبر القنوات. لما بيتكلموا مظبوط بس هل الموضوع ده مرتبط بالكره النسائيه؟ يعني مثلا لا خالص. اتهام الناس مش بتكلم على او انه الناس بتقلل او تبقى مش متوقعه ان الست تبقى فاهمه قوي في الرياضه مش عارفه ان الكره النسائيه ملهاش نفس الزخم والوهج. هي الكره
الجنسيه في العالم ملهاش نفس في العالم كله مش في مصر ملهاش انا بتكلم ملهاش نفس الوهج من 1800 حاجه بس معلش ما انتشرتش ملهاش أوه. نفس الوهج او المتابعه زي الكوره كره الرجاله تمام الموضوع ملوش علاقه دايما يمكن احنا مرتبط الموضوع اكتر بالثقافه احنا كان الكوره يعني الرجاله الرجاله هي اللي تروح الاستاد الرجاله هي اللي تتفرج على الماتشات كانت بتروح وممثلات كانت بتروح اكيد بس جه فتره وقعت الجزئيه دي التسعينات ده انعكاس المجتمع صحيح. لما المجتمع اتقفل اكتر كل حاجه السياسه برضو بتحرك هي الست الاشاره الوحيده على ان المجتمع رايح فين بالزبط. موجوده يبقى الحته دي قويه اما كان الافيش في نمره واحد سعاد حسني كان في اطفال في شباب بيروحوا بنات لما بقى تراجعت الست ما تلاقيش دلوقتي الا افيشات قليله قوي ستات فتلاقي لا ده حسب المجتمع لكن كان في ستات بتروح وكان في افواج من تربيه رياضيه بيحضروا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه يا استاذه فاطمه الثقافه الثقافه طبعا. بدات تتغير مؤخرا يمكن يعني حاليا احنا ماشيين في اتجاه ان النظره دي كمان تتغير يعني بتعملي ايه انت كشخص عشان تغذي نفسك طول الوقت انا طول الوقت بحاول ان انا اولا لازم بتابع كل صغيره وكبيره سواء محليا او عالميا لازم اكون ملمه بكل الاحداث طبعا. لازم حتى بطور نفسي من خلال الدراسه لازم كل شويه بدرس باخد دبلومه باخد كورسز بتاع مش عارف ايه علشان لازم انا اكون اعمل ابديت لنفسي طول الوقت علشان ما حدش يسبقني يمكن انا دلوقتي متخصصه في الافلام الوثائقيه صناعه الافلام الوثائقيه قناه الاهلي في قناه الاهلي حاجه بعيده ولكنها دقيقه جدا 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 من حيث الاخراج من حيث المعلومه من حيث الصوره الموضوع لازم يكون ماشي بالمسطره ما ينفعش فيه اي اخطاء نعمل ايه كمشجعات ان احنا نقول ان الكوره هي هويه بالنسبه لنا او لما بنشجع كوره ده هويه بالنسبه لنا معلوماتنا فيها مش من المفترض لما اقول ان انا بحبها زي حد بيحب المزيكا وحد ما بيعرفش يعزف مزيكا ان انا اقارن الاثنين في بعض الموضوع يبتدي منين عشان نرسي ده عند البنات والستات ما يبقاش بس فور فان هي مش مشكله البنات والستات انهم يبقوا مشجعات كوره هما فعلا مشجعات كوره بالظبط مش دايما يا استاذ يعني زي ما قلت هو الموضوع شغف احنا اصل التلفزيون اقول لك على سر جزئيه مهمه جدا من اللي بتخلي الستات تبطل هي الانتقاد الدائم انت بتتكلمي على اللعيبه على اللاعبات لا وعلى الحياه العاديه لما لا في البيت لا لا مثلا لا لا. انا بتكلم من الحياه العاديه من الموضوع اللي بس ما تتفرجش فيه حضرتك تتفرج بس اول ما تبتدي تتكلم يعني مش عارفه قوي لا لا ما تعرفوش الموقف ده خالص بدات تتغير مؤخرا قبل كده وقلنا ان هي شغف ما هو لازم تكون ملوش علاقه بالهويه تتفرج على الكوره يعني انا مثلا اوكي انا اهلاويه بحب الاهلي جدا بس انا احب اتفرج على الكوره كلها يعني اي مباراه احب اتفرج على الكوره بحبها فاذا في واحده ما بتحبش كوره مش جريمه مش هتقدري تقعديها في رجاله ما بتحبش كوره في رجاله بس شفت منهم كتير لكن بس انا عايزه اقول حاجه بره الكوره لو سمحتوا كويس ان احنا بنتكلم النهارده على الكوره ومناسبه ان الكوره رياضه انا بتمنى يبقى في شغف بكل الالعاب الرياضيه الفرديه لانهم بيرفعوا علم مصر ومش هيبقى في ده ابدا الا بيطلعوا يقولوا بناخد ثلاث تعريفه بناخد لا تعقيبا على لو سمحتي اكمل انا عايزه بس عاوزه اوصل دي لوزير التربيه وزير الرياضه عاوزين انت اللي فكرتيني على الفكره دي عاوزين افلام وثائقيه عن بطولات مصر الستات البنت المكافحه اللي طلعت انت تعرفي بتاعه الاصقال اسمها ايه او المصارعه او 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 التايكوندو او الكاراتيه لازم يتعمل عليهم الهنود بيعملوا افلام عن بطلاتهم افلام شعبيه يعني في واحده اسمها ميري كوم عملوا لها فيلم ملاكمه الشباب والرياضه والثقافه والمتحده يعملوا افلام وثائقيه عن والقنوات التابعه للنوادي عندك قناه الزمالك وقناه الاهلي مش هيعملوا ده لا يمكن لا خلينا نرد على حضرتك يمكن احنا في قناه الاهلي مثلا كان عاملين فيلم مؤخرا اسمه طائره الاهلي طائره الاهلي ده كان بيتناول انت بتتكلمي على الاهلي لا ما انا بقول لحضرتك اللي يخصني بطلع انا اهلاويه بس في الاخر مصر هي الهدف اكيد طبعا لازم نطلع بره الاهلي والزمالك احنا بنتمنى رسالتك دي اقول لكل واحد كل واحد بيقوم بدوره طبعا نطلع بره الاهلي والزمالك انا الاولاد اللي بياخدوا بطولات مره مصر وبيدوهم فلوس قليله جدا وبيهربوا مقطعين قلبي لو لقوا بعض الضوء
بعض الاهتمام زي لعيبه الكوره. لاعب الكوره بيشقى وبيتعب، تقدير مادي ومعنوي وخصوصا معنوي. احنا ده احنا بنضم صوتنا ليك يا استاذه فاطمه كمان. طيب قبل ما نختم الحلقه، انا بالنسبه لي في حاجات مهمه جدا عايزه اقولها للناس، ان جزء من حياتكم واستمراركم في حبكم وعشقكم للاهلي والكوره كان الطرف الاخر. الطرف الاخر كان في حياتك، كان زوجك. لو ما كانش الموضوع كده كنت هتستمري في الاتجاه اللي انت فيه ده؟ يعني لو هو مش اهلاوي، لو مش بيحب الكوره، او لان احنا قلنا في رجاله ما بتحبش الكوره كمان. لا هو حياتك اتغيرت، لو ما بيحبش الكوره تمشي، انما لو مش اهلاوي دي اللي ما تمشيش بالنسبه لي. لا الموضوع ده كنت هتعمله ايه طيب؟ لا ما يمكن محمد قال لحضرتك في المداخله ان احنا اصلا اتجمعنا على حب الاهلي. احنا كنا بدانا اصدقاء الاهلي في دايره، كنا كلنا اهلاويه، من هنا بدات علاقتنا. حب الاهلي والجنان والتشجيع يمكن هو اللي قوى العلاقه اكتر. كل الماتشات تقريبا بنتفرج عليها مع بعض، الا لو هو في الاستاد وانا ظروفي ما سمحتش ان انا اكون موجوده، لو في التلفزيون لازم بنتفرج مع بعض. فكره تجاذب الحوار والمناقشه الكرويه والتفاصيل الفنيه دي بتعمل لغه حوار بين اي زوجين اصلا، بتقوي العلاقه. وهي كمان يعني بيبقى ساعتها بيستمتع بالفرجه على الماتش جنب مراته، بتبقى الحياه مختلفه قوي صح؟ لا طبعا هي مهمه جدا ان احنا الاثنين اهلاويه واحنا الاثنين بنحب الكوره. انا ما اعرفش كان هيبقى ايه لو هو مش غاوي كوره. انا بدات بقول لحضرتك مع والدتي يعني، فعشت اللمه دي والبهجه دي معاها. ولما مع جوزي احنا بنرتب اوقاتنا وبنرتب ظروفنا على الكوره. انا عايزه اقول لك هو بيغير مواعيد عيادته على الماتشات. لا يعني ده تعقيبا يعني على النقطه دي لا استاذنك، اخو محمد الصغير كان فرحه يوم 5/5 اللي فات، يوم ماتش السوبر الاهلي والبيراميدز الاخير. لما تحدد معاه، هم محددين ميعاد الفرح من قبل كده، شوفي الجنان وصل لحد فين. لما الماتش تم تحديده غيروا ميعاد الفرح. لا ده عشق الكوره حتى النهايه. طب يعني بابا لما لو زوجك ده مهم، اسمحي لي اكمل. بابا لما اثر فينا، اثر في اخواتي الصبيان اكيد، ما قالش الصبيان لوحدهم والبنات لوحدهم، كله بالتاثير العام. جوزي لا طبعا كان ممكن يبقى زملكاوي، الاهلي دين. لا طبعا كان ممكن ياما اهلاويه وزملكاويه. كانت حاجه اتغيرت في حياتك الزوجيه؟ انت عارفه انا كنت بتجوزها مين الاول؟ استاذ لينين طبعا. طيب هو كان العظيم. عنده شغف كوره يعني لو ما فيش شغف كوره ما احنا برده بنلتقي في حوار، برده ما احنا دفعه واحده. ففي حوار. لا طبعا حكايه الرياضه مش دين يا جماعه. لا وبعدين حضرتك قلتي مش ممكن واحد يبقى اهلاوي وواحد زملكاوي، لكن ممكن ده اللعيبه نفسهم اللي بيقبضوا بيتنقلوا من الاهلي يروح للزمالك بعد شويه او يعمل العكس. احنا ما نبقاش ايه، وما بحبش كلمه فاناتكس، ما نقفلهاش قوي كده. لا بس الحاجات دي ممكن تكون تتنقل. هقول لك حاجه، مش احنا عيلتنا انت تقبلي بس هما ما يقبلوش. انا هقول لك بابا كلنا اخوات، كلنا اهلاويه. اخر انتخابات اختلفنا، اتقسمنا نص كان محمود طاهر ونص مع الخطيب. فانا بقول لابني يا شيشو، في حد من خلانه يعني اتنين تلات مع محمود طاهر، قال لي ما ينفعش يا ماما الخطيب يسقط في الاهلي. فانا كتبتها حتى على البتاع، قلت، قال لي ما ينفعش. قلت له انا بحب الخطيب طبعا، ده الاسطوره بتاع جيلي، جيلنا احنا شفنا الخطيب في الملعب يعني كنا بنسلم عليه في الجنينه وكده. فمره قابل بنتي وابني وبنت محمد صبحي وابن محمد صبحي في الاسانسير، قعد عمل لهم في الاسانسير في الماريوت، قعد عمل لهم برجله بتاعت الكازوزه برجله، قعد ينطقها لهم لغايه لما طلعوا. لا وكان في فيديو مشهور في الانتخابات بتاعت 2017 دي، لما جاب برده برجله منديل كان واقع على الارض حاجه كده. فعاوزه اقول لك لا الاهلي في الاخر رياضه زي الفن زي البتاع، ما ينفعش ما نتجوزش عشان جمل. لا لو لينين الرملي كان زملكاوي كنت اتجوزه برضه، هعمل طبعا ايه؟ انا اقدر استغنى عن لينين الرملي لا ما ينفعش بس هي حتى لو زملكاوي هتتجوزه. اصل بصي دي الحب ده حاجه ثانيه، الرياضه دي من ضمن الهوايات وشغف وكل حاجه. استاذه فاطمه انا مش هلاقي الكلام اختم بيه الحلقه النهارده اجمل من الجمله اللي بدانا بيها، هي ان الرياضة هوية وفن وثقافة ورقي وخطة ومشاركة وهدف وحاجات حلوة كتير شاركنا فيهم النهاردة، كل واحدة فيها بطلة في مجالها اللي هو بعيد كمان منه على الرياضة. يعني يمكن الأستاذة نجوى في قلب الرياضة، لكن الدكتور حمدة بعيدا عن الرياضة بعشق الرياضة في قلبها، وطبعا الأستاذة فاطمة نفس الموضوع. علشان كده دي كانت في حب النادي الأهلي وفي حب الرياضة المصرية وفي حب الكرة، المشجعات موجودات وبقوة.
بشكركم جدا على ان انتوا معانا النهارده. شكرا جزيلا وفي حب الاهلي تاني. اتكلمنا النهارده، حديث القاهره خلص النهارده، لكن بكره باذن الله بدءا من يوم الاربع والخميس والجمعه معاكم الاستاذ ابراهيم عيسى صديقنا العزيز والكاتب الكبير والمفكر، ويوم السبت والحد باذن الله معاكم زميلي العزيز خير رمضان، وقابلكم ان شاء الله بدءا من يوم الاثنين. تصبحوا على خير.